دكتور، من أخذ سنة؟ أنا أحول إلى سؤالي اللي هو يعني هل هناك علامات مبكرة للفشل الكلوي؟ اي بالنسبه للعلامات، هو فشل الكلوي علامات تقريبا لا يوجد علامات خاصه، كل علامات عامه يعني وغير عامة، غير خاصه يعني مثلا غير محددة غير إنه هذا محدده مش غير خاصه فشل. خاصه للفشل الكلوي، بس أها، علامات هو مثلا يعني شعور بالتعب، شعور شعور بالتعب. بالتعب، نعم، ويبدا تورمات عاده مثلا بالقدم او بالوجه، تغيير في الادرار، او مثل ما قلت صحيح له انه علاقه، بس انه مو شرط انه فشل كلوي، بس هاي علامات تبدا. بس يفضل انه الاشخاص اللي هم اكثر عرضه يعني شيء نعم، يكون احسن، مثلا مثل اخت سناء نعم، واشكالهم، يعني مثلا عندهم مشاكل مزمنه، ضغط، سكر، قلب، روماتيزم، اللي ياخذ مسكنات بكثره بافراط بدون اي وصفه طبيب، هذول لازم شيء يكون، لانه يبدا حتى علامات، اذا بدا علامات غير خاصه لازم يعني يكون اشتباه حتى هو لتشخيص الفشل الكلوي من البداية بصورة مبكرة، تمام، حتى خاصة هذول الأشخاص. هذول الأشخاص والكبار السن نفس الشيء، وعندهم وراثة مثل ما قلنا الأسباب، مثل ما قلنا بالضبط الأسباب وهي الأسباب، نفسها، هم هذول أو اللي مرضى يصير. العناية مثلا هم يسوون يعني لازم على عرضة وخطورة لأمراض الكلى وفشل الكلى خاصة. ممتاز.